مشاهدينا اهلا بكل حضراتكم. من فتره واسعار الذهب غير مستقره وفي حاله من الارتفاع اليومين اللي فاتوا، وشوفنا دلوقتي ارتفاع من جديد، وده تسبب طبعا في مخاوف كتير لدى المقبلين على الشراء. هل يستنوا على الشراء يمكن ينزل الاسعار، ولا يلحقوا يشتروا ممكن يكون في زياده تانية؟ في الحقيقه في مخاوف كتير لدى المواطنين اللي بيحبوا يستثمروا فلوسهم في شراء الذهب، وكمان للمقبلين على الزواج وحابين يشتروا الشبكه. عشان كده عندنا اسئله كتير هيجاوبنا عليها هاتفيا ضيفنا الاستاذ نادي نجيب، سكرتير شعبه الذهب السابق. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني في البدايه خليني اسالك يا فندم، ليه السوق مش مستقر اليومين دول؟ يوم بنشوف الاسعار طالعه، يوم تاني بنشوف في بعض من الاستقرار. هل احنا مرتبطين حاليا مثلا بسعر الذهب عالميا؟ إحنا أولا سوق مفتوح على الخارج، والذهب دي سلعة عالمية وبتتأثر بالأحداث الدولية وسياسيا واقتصاديا، فطبعا كل الدول كل دولة ليها حالة معينة، فده كله التأثير بيأثر في المعدن الثمين، لأن الذهب سلعة عالمية وليست سلعة محلية. صحيح. طيب ايه اسباب الارتفاع اليومين دول يا فندم؟ الارتفاع لأن عالميا دلوقتي سعر الأوقية تعدى ال 2300 و 2400، دخلنا دلوقتي الأوقية دخلت على 2616 دولار للوقية. طبعا السعر ده غير مسبوق قبل كده ان عالي كده، لان هو كان دايما الحدود بتاعته 2300 2400، ده لما كان بيكبر قوي. كونه تعدى ال 2500 ل 2600، طبعا ده سعر الأوقية عالميا مرتفع، فاحنا بالتالي سوق مفتوح على الخارج فبنتأثر بالارتفاع ده مباشرة. طيب عايز اعرف فين توقعات حضرتك للفترة المقبلة، هل هنشهد مزيد من الارتفاعات في الاسعار، ولا ممكن نشوف بعض من الاستقرار؟ هو إذا استمر الحال على ما هو عليه سياسيا، إن في حروب وفي يعني الدول مش مستقرة وفي يعني ذبذبة جامدة في الاقتصاد بتاع الدول برضو، إذا استمر الحال على ما هو عليه هيكون الذهب بارتفاع تدريجي مرة أخرى. توقعات حضرتك الشخصية يا فندم ممكن يوصل لفين؟ الأسعار ممكن توصل لإيه خلال الفترة المقبلة؟ يعني ممكن أوي توصل الأوقية ل 2800 2900 طبعا، وده سعر خيالي جدا يعني ما وصلتلوش قبل كده. يعني الدهب النهاردة علشان هنا 3550، يعني ممكن يوصل يعني ل 3800 أو 3700 في الحدود دي، ده في إذا استمر الحال ده على ما هو عليه وما كان يعني ما فيش استقرار في الحق في الدول أو في الحالة الدولية. طيب بالنسبة يا فندم لبعض المستثمرين في شراء الذهب، هل ده وقت مناسب للشراء ولا البيع في ظل حالة التذبذب في الأسعار؟ بالنسبة للمستثمر، المستثمر فاهم طبعا هو بيعمل إيه، لما الذهب بيرتفع بيبيع، وطبعا بينتظر مرة أخرى لما يهبط وبيبتدي يشتري الذهب اللي هو باعه بالغالي علشان يحقق أرباح. طيب كمان المقبلين على الزواج يا فندم، ده وقت مناسب طبعا لشراء الشبكة، لأن حضرتك متوقع برضو مزيد من الارتفاع في الفترة المقبلة. هو طبعا الوقت مناسب جدا بالنسبة للي بيشتري هدية لخطيبته أو لمراته، ده طبعا وقت مناسب جدا، وخصوصا اللي هو مقدم على زواج، لأن هو هيشتري كمية مش كبيرة، هيشتري يعني مثلا اللي بيحصل دلوقتي بيشتري حاجة في حدود مثلا 10 أو 15 أو 20 جرام، فال20 جرام ما بتتأثرش بالزيادة أو بالنقصان، لأن لو زادت 10 جنيه في ال20 جرام بتعمل 200 جنيه، فطبعا ده مش مبلغ يعني يوقفه عن إن هو يتجوز أو يشتري الشركة. أستاذ نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق، أنا بشكرك فندم، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى معلومات حضرتك القيمة.
العافية يا فندم، تحت أمرك في أي خدمة. مشاهدينا، دي كانت تفاصيل أسعار الذهب حاليا وأيضا توقعات يعني الأسعار خلال الفترة المقبلة، هل هنشهد مزيد من الارتفاعات أم الانخفاضات، وده اللي هنعرفه خلال الفترة القادمة، وبالتأكيد هنتابع مع حضراتكم كل المستجدات هنا من تلفزيون يوم السابع. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة، كنت معكم أنا من النهاية، وإلى اللقاء.